شركتي وفي مكتبي رمز لطريقة نظرته للأشياء بكل مرارتها، بكل حلاوتها، بكل التحدي اللي كان يحمله حنظلة في الرسومات، بكل حتى رغبته في التغيير، ببقائه بصدورنا وبنفوسنا وبكتابتنا لحد الآن. أنا ضويت ضو غرفتي، لقيت حنظلة، رسمة حنظلة فوق، وفتحت الموبايل اجتني مسج لقيت حنظلة فيها. حنظلة يعتبر من الـ الأشياء الـ والهدايا اللي بتشد يعني فئة كبيرة من الشباب والصبايا، خاصة للهدايا ممكن للي برا. اسمي حنظلة، اسم أبوي مش ضروري، أمي اسمها نكبة، تاريخ ولادتي عام النكسة. جنسيتي أنا مش فلسطيني، مش أردني، مش لبناني، مش مصري، مش حدا، مش حدا. باختصار معيش هوية ولا ناوي أتجنس، ولا ناوي أتجنس. محسوبة إنسان عربي وبس. ممكن هذا أكثر إشي كمان بيعلقني فيه، يعني إنه شغلت انه ما هو ما رح يكبر، بنفس الوقت بيعبر شوي عن براءتنا شوي بطريقه انه بحس انه بهذيك الطريقه ممكن احنا كفلسطينيين برا بفلسطين انه ما رح نكبر بهذيك الطريقه، في شيء حيضل جواتنا دائما شوي صغير يعني انه وحيضل دائما بريء. التقيت صدفه بالرسام نازي، كان كاره شغله لانه مش عارف يرسم، ناوي يشوف شغله غير هالشغله. قلت له انت انسان جبان وبتهرب من المعركة، وقسيت عليه بالكلام. بعد ما طيبت خاطره عرفت على نفسي واني انسان عربي واعي وملتزم، قلت له انا مستعد ارسم عنك الكاريكاتير كل يوم، فهمته اني ما بخاف من حدا غير من الله. مش غريب انه حنظلة محفورة بذاكرتنا لأكثر من 25 سنة، فمفتاح العودة لسه متمسكين فيه لأكثر من 50 سنة. حنظلة هو المفتاح اللي بأكد عودتنا. أن حنظلة كان في معظم كاريكاتيرات ناجي 40,000 على ما أذكر اللي نشرت، كان دائما حاضر، فبالتالي تكرار هذه الثيمة في أعمال ناجي أكدت حضور حنظلة. رحل لكنه ترك ابنه غصة في حلوق الغاصبين، وهو رمز دائم لكل الشعب الفلسطيني.
وكل أشراف الأمة العربية. لو راح صوتي ما بترحل حناجركم، عيوني على بكرة وقلبي معاكم. لو راح المغني بتضل الأغاني تجمع القلوب المكسورة. ناجي العلي هو اللي توقع انه هناك راح تكون ثورة حجارة قبل ما تنطلق ثورة الحجارة. كان استشهاده قبل الانتفاضة الفلسطينية الاولى، انتفاضة الحجارة بفترة بسيطة، فكانت هاي احدى النبوءات العظيمة للشهيد ناجي العلي. بزداد الطلب على حنظلة، يعني زي ما نرجع ابتداء من 87 ايام الانتفاضة الاولى وأيام الانتفاضة الثانية اللي صارت انتفاضة الأقصى، فكان الطلب عليه كثير قوي. حنظلة يعني التعويذ البوذية أو انتقال الروح من ناجي إلنا جميعا، يعني لأي إنسان عنده أبعاد إنسانية في داخله بيعني له حنظلة. حنظلة لا يلين ظهره لأنه غاضب منا، بل لأنه إمامنا. حنظلة هو الحل، هو الشيء الآخر. لو راح صوتي ما بترحل حناجركم، عيوني على بكرة حنظلته غادر كل جرائد العالم، وابقى في رحم أمي هناك جرحا وياسمينا حنظلته. سأسمي كل أولادي العشرة حنظلة، الأول حنظلة والثانية ستكون بنتا لكنني سأسميها حنظلة، والعاشر حنظلة، وحتى لا يقولوا أني سرقت منهم الرمز ونسوا أنك منذ ولدت غيرت اسمي حنظلة. وبعد الآن لن نحتاج أسامي، وبعد الآن لن نحتاج أسامي. حل صوتي ما بترحل حناجركم، عيوني على بكرة وقلبي معاكم. لو راح المغني بتضل الأغاني تجمع القلوب المكسور.